الحقيقة حجم الاستثمارات اللي اتنفذت في محافظة المنيا 143 مليار جنيه، وبيحظى مشروع حياة كريمة بالنصيب الأكبر منها، ومعاها بعض المشروعات الأخرى اللي هنستعرضها مع حضراتكم. ولكن هو ده حجم التنمية اللي اتعمل. واسمحوا لي ان انا استعرض ثلاث محاور رئيسية: التنمية البشرية، تنمية الإنسان، والتنمية الاقتصادية عشان نخلق فرص عمل وأنشطة لشبابنا يقدر يشتغل فيها، وتنمية المكان عشان نحسن من مستوى معيشة المواطن. الحقيقة فيما يخص بناء الإنسان، لو هنبص على الخدمات التعليمية، كان هناك الحقيقة تركيز شديد جدا على ان احنا نزود عدد المدارس بتاعتنا ونرفع من كفاءتها، وعشان كده يمكن العدد في هذه الفترة في خلال الثمان سنوات زاد بحوالي 18% كإجمالي مدارس عادية، وفي التعليم الفني أيضا بنسبة 22%. ولكن الأهم ده كله انعكس على انخفاض نسبة التسرب من التعليم الابتدائي من تقريبا كانت 1% إلى النهاردة 2%، يعني نزلت إلى يعني 20% مما كانت عليه من 8 سنوات. وده الحقيقة يمكن كان تركيزنا كدولة ليس فقط على عدد المدارس بقدر ما كان أيضا على النوعية اللي احنا بنقدمها كجديدة للمدارس. سيادة الرئيس كان يعني منذ يعني دقائق قليلة مشرفنا في مدرسة المتفوقين اللي موجودة هنا في مدينة المنيا الجديدة، ولكن أيضا لدينا الحقيقة مدارس اليابانية وأيضا مدارس متميزة جدا في التعليم الأساسي موجودة في كل مراكز المنيا. ويمكن النهاردة من مدرسة المتفوقين كان لسه مؤخرا ابننا الطالب سهيب عامر كان من ضمن أفضل 100 طالب على مستوى العالم في علوم الأعصاب والاختراعات، وكان لسه الجائزة دي واخدها من منظمة اليونيسيف من شهر يناير، من شهرين بالضبط. سيادة الرئيس وحضراتكم جميعا، حجم العمل اللي الدولة المصرية، ويمكن أحيانا يعني اسمحوا لي، احنا يعني كنا بنتابع على المدار الفترة اللي فاتت ان في ناس كتيرة مستكترة حجم الشغل اللي بيتعمل في البلد، وبتقول يعني طب يعني هدوا بس شوية السرعة، ويعني يعني يعني خففوا شوية العملية، لان حجم العمل وحجم الجهد وحجم طبعا الانفاق على هذه المشروعات يعني ممكن يكون كبير. ولكن يمكن احنا حريصين، وكنت حريص في هذا العرض، ان احنا بنستطلع اراء المواطنين على اللي بيتعمل في المنيا، ودي منهجية احنا دلوقتي بنحاول نتبعها وبنعرضها بمنتهى الشفافية. واحنا هنا تعمدنا في العرض اللي انا هوريه لحضراتكم في استطلاع الاراء، ان بنستطلع اراء المواطنين اللي لسه في اماكن لم تتد اليها التنمية، وعلى الاخص في القرى اللي المفروض انها تدخل في المرحلة الثانية والثالثة، عشان نحس بقد ايه اللي لسه ما زال هناك جهد كبير جدا الدولة محتاجة انها تبذله في خلال الفترة الجاية وبأسرع وقت ممكن، عشان نخفف من معاناة أهالينا اللي ما زال عملية التطوير لم تصل إليهم.